هاي اللي عم نحكي فورمولا اي وتوجت بالفورمولا 1. بعد في شيء وات از نيكست؟ في شيء بعد اكثر من هيك ما فيها؟ لا في ان شاء الله ما دام احنا ان شاء الله يعني ورانا جبل طويق ما شاء الله يدعمنا سمو ولي العهد، فما في شيء، في اشياء ان شاء الله كثيره بعدها. وانا حقيقه يعني احب اشكر سمو الامير عبد العزيز بن تركي ولا أمير فهد من جلوي على يعني على الكلام اللي قالوه، وإن شاء الله ما تكون مجاملة، وهذا بعض اللي حقيقة هم قدموه، وإن كان في أي شيء فهو بفضل دعمهم. وأيضا يعني كما يعني أشادوا فيه، أنا حقيقة أحب أشيد في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي حقيقة على الأعمال اللي قاموا فيها في الفترة السابقة، واللي هي حقيقة واللي هم أنا أعتبرهم السبب الأساسي في أي نجاح. فإذا في أي شيء كان ينسب فهو لا ينسب لي أنا، بالعكس فينسب للأخوان في وزارة الرياضة وفريق عمل الاتحاد السعودي. فأنا أشكرهم وأنهم يعني أنه خلت الناس ترى الاتحاد بهذا الشكل. أنت طبعا أنت لك شقين، شق كمتابع وهاوي وحابب وعاشق لرياضات السرعة وللفورميلا 1، وبنفس الوقت رئيس اتحاد. هل حسيت أنه في حلم كان عندك قبل ما تستضيف الفورميلا 1 وحابب يصير وصار غير الفورميلا 1؟ والله يعني الأحلام حقيقة يعني كنت أحلم أشياء كثيرة يعني في وقت ما كنت أسابق، لكن أني أشوف كل هالأحداث تسير في بلدي وأنا أكون يعني شريك فيها، فهذا حقيقة شيء شرف لي. لكن يعني هذه من ناحية الاستضافات، لكن في إن شاء الله أحلام كثيرة وكبيرة. هي أتمنى، مو أتمنى، إن شاء الله يعني حنشوفها قريباً. وهذا الشيء اللي أنا مخليني يعني أعمل في الاتحاد كمتطوع، إنه الحمد لله يعني القادم أكثر بكثير. الحلم إن شاء الله اللي حيتحقق بدعم الحكومة وبدعم سمو ولي العهد والأمير عبد العزيز، إنه في خلال السنوات القادمة حنشوف بنية تحتية، أكاديميات تدريب. أنا حلمي أني أشوف عندنا سائق أو سائقة يسابقون في الموتور جي بي أو الفورمولا 1. فإن شاء الله يعني حلوم تحققت بالنسبة لي من الاستضافات. باقي الأحلام اللي هي بناء جيل من 5 سنين وتوفير جميع البنى التحتية في مناطق المملكة لخدمة الرياضة، هذا إن شاء الله أنا متفائل، وأنه إن شاء الله حيصير في ظل الدعم السخي اللي نحظاه الآن. حقيقة ما كان حدا بيتوقع أنه خلال سنة مثلا أو أقل من سنة اللي شفناه مثلا في موسم الرياض، لكن الأحلام الآن تتحقق في المملكة العربية السعودية. واللي كان يقول أنه فورميلا 1 في المملكة خلال يعني تم الإعلان الآن الاستضافة، حتبدأ الموسم بمارتش، حتكون الجولة السعودية في نوفمبر المقبل إن شاء الله. الأمير خالد بن سلطان عبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، كل الشكر لك.